المشاريع نتاعنا، لانه هبطنا سيو تيران الاعماق نتاع الاحياء الشعبيه وطرحناهم الاسئله هذوما ولقينا نفس الاجابات، واجابات يمكن اطرف من هكا بكثير معناتها. وهو بعد كي حللناهم وفهمناهم لقينا اللي كانوا سي توتا في نورمال. انا زيد فما برشا شباب فاهم وواعي، تشوف التسجيلات من هوني لاخر ساعه في الشباب يغير، فما برشا شباب فاهمين بالكدا نداو في موضوع حصتنا. تحدث الدستور التونسي عن المركزيه في الباب السابع وخارجه، تحدث عن ذلك في مستوى التوطئه، قال صراحة أنه التنظيم الإداري التونسي يعتمد على المركزية، بمعنى أنه مبدأ أساسي في كل إحداث جديد في توزيع الصلاحيات في إحداث المؤسسات المشغل الأساسي سيكون اللامركزية. وفي الإطار هذايا معناتها تواصلنا مع الشباب من الأحياء الشعبية من الشوارع ومن الأحياء معناتها الأكثر يعني تهميشا في في, في 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 تونس الكبرى وفي بنزرت وفي مدنين وفي القروان. وحاولنا نركزوا على الاحياء الشعبيه في العمل في المشاريع. التفاوت هذا الجهوي موجود بين الجهات وموجود حتى في وسط الجهات في حد ذاتها تلقى، وموجود حتى في وسط المعتمديات، في وسط المعتمديات تلقى معناتها احياء ومناطق يعني مرفهه نوعا ما، والحي اللي وراها تلقاه يعني يعاني نقص في البنيه التحتيه وكذا. الاستقلاليه الماليه والمعنويه للبلديات كانت موجوده في مستوى النصوص ولكنها غير مكرسه، لأنه يعني حتى قبل على مستوى النصوص البلدية مستقلة، لكن على مستوى الممارسة البلدية ليست مستقلة باعتبار ارتباطها المالي بالوزارة في تحويل هكا المنابر من المشترك باش نسمى الفون كومون. وكما قال بلال زاد البلدية كانت تتخذ قرارات ولكن تلك القرارات لا تصبح نافذة إلا بعد مصادقة الوالي اللي وحكي عليها قال الجهاز اللامحوري. هذا إن شاء الله في الدستور الجديد تنحت، لأنه يعني ما بقاش نحكيو على مصادقة، نحكيو على إشراف، والاشراف سيكون عبر القضاء. ونحكيو على تدبير حر. ومبدا التدبير الحر هذا مبدا مهم. شنو التدبير الحر؟ هذا لو برانسيب دو لا ليبر ادمينستراسيون، بمعنى انه البلديات الشرعيه اللي عند المستشار البلدي وعند المجلس البلدي وعند رئيس البلديه ما تنجمش تكون ثم شرعيه اخرى اعلى منها، لان الشرعيه مستمده من المواطنين، من الانتخاب، من صندوق الاقتراع. الدستور التونسي كلما ذكر المركزيه جات معاه حاجه في اطار وحده الدوله. راهو كي نحكيو على مركزية مش معناتها مش نولي عندنا كل بلدية راهي دولة وحدها، احنا عندنا توجهات وطنية ما يمكنش البلدية تحيد عنها، ولا ينقص ذلك من مبدأ التدبير الحر. ميدان التكوين المهني عندنا قانون توجيهي، في ميدان التربية عندنا قانون توجيهي، في السياسات الاقتصادية مش نحكيو تو على بلدية دي تقول انا مش نعمل نظام اقتصادي مخالف للنظام اللي عندنا. دونك هذا مهم جدا. البلديه معناتها اللي هي بالتنوير العمومي وال والفضلات والمضامن الخدمات المدنيه شويه. ليه البلديه عندها برشا مهام، وخاصه بالدستور الجديد وبال ان شاء الله مجله الجماعات المحليه المشروع باش يكون عندها اكثر صلاحيات. الفصل 133 الشباب باش يكون ممثل، عمرك 18 سنه ما عندك حتى مانع قانوني حسب القانون الانتخابي فرحنا به مازال كي ضرب مؤخرا، تنجم تترشح لعضويه مجلس بلدي او جهوي وتخدم جهتك. بلال، انتخابات والترشح جزء من اجزاء المشاركه، ولكن المشاركه اعم واوسع، فما مخططات تنمويه، فما مخططات استثمار، فما اجتماعات بلديه، فما كل ما هو عنده علاقه بالتفاعل والمشاركه وابداء الراي والمشاركه في اتخاذ القرارات. هذيك باش ننساو حكيت او على الاقل لا ما عادش نحكيو على عزوف كبير للشباب في المشاركه، حتى كانوا مش منتخب والا ما قامش بالانتخاب يمشي ويحضر في الاجتماعات وفي الدورات العاديه اللي تصير كل مره كل قداش من شهر سيدي احمد اربع مرات في العام. اربع مرات في العام، ديجا احنا هالايامات نحكيو على الدوره العاديه نتاع شهر فيفري. وهو في الاطار هذايا احنا في مشروع يوث اكت شباب فاعل، وهنا تحيه هذا اكبر مشاريعكم، هذا من اكبر المشاريع اللي قاعدين نخدموا عليهم في انجاح مسار ارساء اللامركزيه في تونس، ونخدموا فيها على شباب الاحياء الشعبيه في تونس الكبرى. المشروع هذايا كان من بين معناتها المراحل اللي فيه هو مرحله نتاع حمله ميدانيه سميناها انا معها، انا مع السلطه المحليه، انا مع المركزية، خدمتوا مع 600 شاب من حي التضامن والنيلة بنعروس منوبة دور هيشل منوبة الكبارية جبل جلود بنعروس هذا كيف كيف المروج وكافة الأحياء. أنا مش نكمل نسمي التركيز نتاعنا كان على تعزيز المشاركة نتاعهم في كافة الآليات نتاع المشاركة المواطنية والمشاركة في الشأن العام، وكلاتيتيود
بوزيتيف نتاع المواطنين اللي يهتم بالمنطقه نتاعو ويحضر ويشارك ويبدي رايه ومعناته ويسمع المسؤولين ويسمع والبلي في هذا ياسمين مؤسسه الياسمين تمشي للشباب وين هو ما يقعد في المقاهي سيدي هنا جيناكم للمقهى ونحطوا قهوه ونقعدوا نحكيوا معاكم على المركزيه وعلى الانتخابات البلديه. ابسوليمون ابسوليمون. هو شنو اللي يخلي منظمه المجتمع المدني احيانا يكون ما عندهاش تاثير في الانشطه نتاعها؟ سكر على روحها البيرو وتقول العباد يجوني في المقر نتاعي راه عندي نشاط في اليوم الفلاني ما يسمع بي حد، وتعمل ايفينمون فيسبوك واللي يحب يجي انتريسي يجي يحضر شيخ بالبوست كافيه وبعد ما يكونش فما اثر حقيقي في المجتمع. لا نحكيو مع الشباب بلغتهم في بلاصه اللي هما فيها وهكاك نرغبوهم اكثر وباش نكملوا احنا نحكيو على المشاريع نتاعكم. الحكم المحليه والديمقراطيه المحليه جزء كبير من الانتقال الديمقراطي. المستهدف هو المواطن، المواطن هو المستهدف باش يجي يشارك والقطيعه اللي كانت موجوده ما بينه وما بين البلديه تتنحى. عندنا مشروع يوث اكت، عندنا اكتيف سيتيزنز اللي هو بشراكه مع المجلس الثقافي البريطاني تعزيز قيم المواطنه عند الشباب، وعندنا مشاريع اخرى معناتها تستهدف المراه في القروان وفي مدنين، وعندنا كيف عندنا معناتها في الجانب البحثي عندنا قسم بحثي في مؤسسة الياسمين، لجنة علمية فيها مجموعة عشرات من الباحثين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية اللي تبحث وتزود الجانب معناتها الميداني بالليزوتي دو ريشيرش ومعناتها بالجانب النظري. هو احنا في الحقيقة كما قلت لك معناتها نسعوا انه نعزوا المشاركة نتاع الشباب بشكل عام. المشاركة تنجم تكون عندها أشكال مختلفة. بالانتخاب، بالابداء الرائي، بالرقابه، بالمسائله، بالمحاسبه، بالاعلام، انه يكون مهتم ويتابع الشان المحلي اللي يهمه. في اكتيف سيتيزن عندنا مجموعه من المبادرات الاجتماعيه، هي شبابنا اللي كوناه اللي تعرفنا عليهم الشارع وبدينا معاه سلسله من التكوين والتدريب وتنميه القدرات، وصل لليوم شبابنا هذايا اللي احنا فخورين برشا به باش يطلق مبادرات اجتماعيه. رجع للبلديات نتاعو اي نعم كل واحد. في المحليات نتاعو كل مجموعه في فريق نتاع شباب خمسه سته من الناس فكروا في اشكال عندهم في المنطقه نتاعهم، ابتكروا الحلول وخذوا الدعم اللازم من المؤسسه ومن الفريق نتاع العمل في المشروع، وتوا قاعدين يحضروا في المشاريع نتاعهم اللي باش تنطلق ان شاء الله نهار 15 مارس حتى 30 ابريل، وباش تكون يعني حاجات فريمون حاجات تعمل برشا كيف. هناك استعداد من الشباب للمشاركه والانخراط في المجال هذايا دونك حسب الاهميه نتاعو وحسب الجديه نتاع الاطراف. يعني نحكيو على الاطراف، نحكيو على المجتمع المدني المسؤوليه نتاعو، نحكيو على الادارات المحليه والجماعات المحليه. الالتزام الالتزام السياسي اي نعم الالتزام نتاعهم. دونك هذايا كله يخلينا اليوم احنا نكونوا متفائلين بالمسار هذايا اللي ماشي فيه البلاد. في التفاعل مع سيد احمد حكى على اهميه الجانب البحثي والجانب معناتها الاكاديمي والدراسات هذيا ومعناتها لابور نتاعها على خدمه المجتمع المدني. في الحقيقه احنا نحكيو ياسر على الشباب والعمل الميداني، احنا في مؤسسه الياسمين نخدموا كيف على الجانب البحثي هذايا، ونركزوا مليح على دراسات في عديد المجالات في تقييم السياسات العموميه كيكو سواء المحليه ولا الوطنيه، في تقييم السياسات العمرانيه، في مقاومه والظواهر العنيفه يعني التطرف عند الشباب. في معناتها عملت ورقات سياسيه؟ عملنا ورقات اي نعم، كان فما مشروع اسمه مشروع تدبير وكان فيه مجموعه من الباحثين. مشهوره الورقات؟ مازلت لم تنشر بعد، ولكن الجمعه اللي فاتت كان عندكم ندوه كبيره على السياسات العموميه. نستناه وان شاء الله الورقات اللي سالك عليهم سيد احمد.